جامعة كبير زيت هي مجتمع منظم، سوق منظم، الطلاب موجودين في نفس الموقع والعاملين موجودين في نفس الموقع، فاتفقنا مع الجامعة أن يكون يوم المنتجات الفلسطينية في جامعة بير زيت مع جامعة بير زيت. خل الطلاب والعاملين يكونوا أكثر ارتباط بالمنتج الفلسطيني، تعرفوا عليه، تعرفوا على الأصناف الجديدة. اليوم عندنا 18 شركة فلسطينية مشاركة في هذا المعرض، بتقدم أكبر حملة تذوق في منتجات غذائية متنوعة، وأدخلنا بعض المنتجات اللي بتفيد الطلاب زي صناعة الكرتون وصناعة الزيوت المركبات اللي هي كمان بتفيد الجامعة كمؤسسة. فكانت التفاعل كبير وبدت بناء العلاقة، وإحنا بنقول للطلاب كمان هاي فرصة لسوق العمل، إنك تتعرف على المنتجين الفلسطينيين وعلى العناوين المختلفة. اليوم احنا بنحكي عن ثقة أكبر بالمنتجات الفلسطينية، قبل 10 سنين كنا نحكي عن هذا الموضوع وكأنه بنحكي عن إشي مش معروف للناس، إنه فيش منتج فلسطيني فيش جودة في الثقة. هاي 10 سنين بنيت الثقة بين التاجر والمنتج الفلسطيني وبين المستهلك والمنتج الفلسطيني، وصار في وضوح إنه أنا بعرف هذا المنتج وبشتري، وبعرف هذاك المنتج وبشتري، وبدي إشي أحسن منكم. فيعني عندنا 8 شركات ألبان كبيرة، المستهلك الفلسطيني بيختار بين المنتجات الفلسطينية. البوظة الفلسطينية كانت حصتها قليلة في السوق الفلسطيني، اليوم أي محل من المتاجر الفلسطينية ثلاجة البوظة الفلسطينية هي رقم واحد وحاضر بقوة. هذا الجهد سيستمر بتشكيل نادي لحماية المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية في الجامعة ضمن مذكرة تفاهم سلسلة نشاطات عشان نبني على ما بدأنا اليوم. اليوم كما ترون في جامعة بير زيت بنشوف شركات فلسطينية اللي بتقدم يعني عينات من المنتجات اللي عم بتقدمها، وبتعرف الطالب الفلسطيني بالمنتجات الوطنية. طبعا في ناس اليوم عم تكتشف شركات بالنسبة لها ما كانتش ممكن بتعرفها، يعني في منتجات مرات احنا ما بنشوفها، بتروح انت بتكون متعود على منتج معين بتاخده، وبالتالي اليوم عم تكتشف انه في بعض، يعني انا اكتشفت اليوم شركة الزيوت وانا ما كنتش بعرف انه في شركة زيوت، وأنا حسيت حالي في التقصير إنه أنا ما كنت بعرف إنه في شركة زيوت عندنا في الخليل اللي جاي اليوم من 25 سنة، اللي هي البترو، مش عم بتذكر إيش اسمها، ولكن في شركة موجودة هون، وهذا شيء جميل إنه إحنا نشوف إنه في شركة زيوت محركات ميكانيك موجودة في البلد وبصناعة فلسطينية. إحنا اليوم طبعا نشكر حماية المستهلك اللي نظمت هذا النشاط وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة. بحب أشكر المتطوعين اللي كانوا فعلا على قدر كبير من المسؤولية في أنهم يعرفوا كمان الطلاب زملائهم بالشركات المختلفة، وأكيد طبعا لكم للتغطية الإعلامية على هذا اليوم تلفزيون الفجر. شكرا جزيلا للجميع. شركة دواجن عزيزة هي شركة فلسطينية وطنية 100%، بتشتغل في قطاع الدواجن. هلا في البدايه كانوا يشتغل في الدجاج والدجاج المقطع والدجاج الكامل، ولكن حاليا احنا اطلقنا منتج جديد اسمه برجر دجاج عزيزه، هو مصنوع من اللحم الدجاج الصافي 100%، منتج خالي من الدسم، خالي من الدهون، وغني بالبروتينات بشكل اساسي. وهو منتجنا اليوم احنا حابين نشاركه ذوق للطلاب الجامعه في عنا عشان يتعرفوا على منتجاتهم الوطنيه الفلسطينيه المنافسه بجودتها للمنتجات الاسرائيليه والمنتجات المستورده من الخارج.